شكرا. أعزائنا المشاهدين، قبل ما نطلع الفاصل حابين ننوه عن القيمة الغذائية للفلفل. الفلفل بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الفيتامين سي، يعني فيتامين سي اللي فيه يمكن أكتر من الفيتامين سي اللي موجود في الموالح وموجود في البرتقال. طبعا الفيتامين سي بيروح تماما بمجرد تعرضه للتمليح او لدرجات الحراره المرتفعه. اذا الفلفل الالوان مش هنستفيد بالفيتامين سي بتاعه اذا طبخناه مثلا او عرضناه لدرجات الحراره. طبعا بالاضافه الى احتوائه على نسبه كبيره جدا من الالياف ومضادات الاكسده. وانصحكم يعني نصيحه لوجه الله، كل ما كان الخضار ملون وكل ما كانت الالوان داكنه يعرفوا ان الفايده اكبر وانه مضاد للسرطانات بشكل اكبر، وان تناول الالياف له ثلاث وظائف مهمه جدا لها علاقه بصحه الانسان. رقم واحد، الالياف مواد غير غذائيه وبالتالي يعني ما بنستفدش منها. انا بتكلم عن الالياف اللي موجوده داخل الخضار مش عن بقيه الخضار. الخضار طبعا مفيد جدا، لكن الالياف اللي جواها هي مواد غير غذائيه، وزي ما بناكلها زي ما بتنزل، لكن وهي بتنزل بتعمل لنا ثلاث حاجات مهمين جدا. واحد، انها بتكحد جدار القولون والامعاء الغليظه وبالتالي بتخلصنا من كل الاوساخ العالقه في جدار الامعاء، وبدأ بتحمينا من سرطان القولون. رقم اثنين، ان هذه الالياف بتقوم بامتصاص الدهون وبتنزل بيها زي ما هي قبل ما الدهون تتهضم، بتكون الالياف شربتها زي الاسفنجة كده وبتنزل بيها زي ما هي، وبالتالي ده بيساعد جدا الناس اللي بتعمل رجيم، وما فيش رجيم في الدنيا من غير خضار. بالإضافة إن الألياف لها وظيفة تانية ومهمة جدا، يعني هي إنها بتدينا إحساس ممتد بالشبع، يعني بتخلينا نشعر بالشبع لفترات أطول. يعني مفيش طبق سلطة على السفرة معناها إن إحنا عندنا قابلية لوجود كم كبير جدا من الأمراض، وقانا الله وإياكم شر كل الأمراض.